مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فراغرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. اليوم موضوعنا عن عطر من دار جيرلان، دار عريقة بالعطور، من أجمل دور العطور اللي أنا المحببة عندي. دار جيرلان من أرقاهم، أحلى عطور، أجمل مكونات. والعطر اليوم لانستون دو جيرلان بور هوم او اكستريم، او او اكستريم او دو بارفان، الاصدار القديم. في الاصدار بعد الاقدم من هذا، بس نفس العطر اللي بيجي له الحرف ملون باسود، اللي بيجي الحرف من هون، هيدي الجهة كلها من بحط لكم صورته. هيدا هو نفسه هيدا العطر، يعني هون ما تغيرت الفورميليشن، بس تغير شكل الزجاجة، تقريبا نفس العطر. لانستون دو جيرلان بور اوم او دو بارفان، بس بيكون هون مكتوب من تحت او اكستريم، اكستريم فراغرانس، والسعة 75 ملي بيجي. اوكي، هون الباتش كود، رح احط لكم الباتش كود، وكل هالمواضيع رح احطها على الشاشة، والاصدار كيف بيجي لونه اسود بس نفس الريحة. ما عندي الفول برزنتيشن لانه له فتره طويله هذا العطر، كمان راح احط لكم اياها. في منه الاودو تواليت اللي حكيت عنه قبل، هلا عم نحكي عن الاودو بارفان. تركيزه اودو بارفان بس اسمه اكستريم او او اكستريم. اكيد الجيرلان على الغطا، السبراير الاسود، شوفوا لون العطر شو حلو، الزجاجه بتوحي لكم هيك بالاولد سكول، لان هذا عطر يعني نص اولد، سيماي اولد سكول، مثل ما من نفس الشيء مثل الاودو تواليت، هذا بس نسخه اقوى من الاودو تواليت اللي حكيت عنه سابقا. اوكي، في عمق اكثر، في نوتات ظاهره اكثر، واضح اكثر من الاودو تواليت، وصراحه اجمل منه. مع انه الاودو تواليت انا بحبه كثير، يعني ما بستغنى عنه، بس كمان هذا اجمل. هذا قلنا الاصدار القديم، صار في كذا اصدار من بعده، رح احط لكم اياهم على الشاشه. الزجاج الطويله المستطيله الطويله، بعدين هلا حاليا صار الزجاج تبع لوم ايديال، بس اكيد تم تخفيفهم هون العطور، كل ما عم نتقدم كل ما عم بتم تخفيفهم. الجيرلان ما بخفف هيك، ما بيقتلوا على العطر، يعني بياخد وقت معه، فبتضل تلحقه تلاقوا اصدارات قديمه ما تعرضت كتير للريفورموليشن. رح احط لكم كل الاصدارات ورا بعضهم على الشاشه. هذا الاصدار شو بيتميز؟ هو من نوع الوودي سبايسي، تم اصداره عام 2005. بياتريس بيكي هي العطاره، قلنا او دو بارفان كونسنتريشن. الاصدارات الجديده بطل اسمها او اكستريم، صار اسمها او دو بارفان، بتلاقوا مكتوب على العطر لانستون دو جيرلان او دو تواليت ولانستون دو جيرلان او دو بارفان، بطل في كلمه اكستريم، بطلت موجوده. في عنا اليانسون الحمضيات وصمغ الالمي، الشاي الياسمين النيرولي، والنوتة الأقوى شيء اللي بتميزه هذا العطر هي نوتة الكاكاو، الكاكاو يعني نوتة الشوكولا بطعمه قبل ما يصير شوكولا، يعني نبتة الكاكاو. اوكي، مع الباتشولي، خشب الصندل، وخشب الأرز، وزهرة الإبسكوس. رح احط لكم صورتها، زهرة الإبسكوس، الكل يمكن بيشوفوها بس ما بيعرفوا انه هاي هي. هذا هو تقريبا نفس الأوضة تواليت، نفس المكونات، بس عطينه عمق، عطينه يعني جاي مكثف اكثر من الأوضة تواليت، ونقطة الكاكاو ظاهرة أكتر بهيدا العطر، أعطيته طابع روعة. أوكي، قلنا عطر كلاسيكي أنيق، في أناقة، هيدا العطر كلاسيكي بامتياز، مش للجميع، هيدا له شخصية، هيدا العطر رجولي بامتياز، منه عطر من عصرنا، هيدا عطر شوي في هيك طابع الزمن الكلاسيكي القديم، مع هيك شوية تم عصرنته، يعني عطيه طابع عصري من خلال نقطة الكاكاو، بس هو نصه بالأولد سكول ونصه بالعصرنا هيدا. فهيدا للرجل الكلاسيكي
للرجل عنده شخصية مميزة. أداؤه ممتاز، عم نحكي عن هذا الإصدار 8-9 ساعات ثبات واضح وقوي مع فواحين قوي، أول ساعتين فواحين كتير قوي. بيبقى هذا القطر هيك بينبض عليكم كل فترة وجوده، طيلة النهار ضل يعطيكم نفحات. بالإصدارات الجديدة أصبحت أضعف، أكيد ضاعفوا هذا القطر، صار تقريبا بحدود 5 لـ 6 ساعات أداؤه، ماكسيموم 5-6 ساعات. فقد شوي هيك من الكاركتر من شخصيته، بس إنه بعده مقبول. إذا بتلاقوا هيدا الإصدار، العلبة الطويلة رح أحط لكم إياها هلا، هيدا بعده أفضل من العلبة من الزجاجة المربعة تبع اللي بتشبه اللوم إيديال. إذا بتلاقوا الإصدار الوسط، يعني إذا بدكم كان في منه الأبيروج والفيتيفر، الزجاجة المستطيلة اللي راح تشوفوها على الشاشة، هذا بعده أفضل. في منه الأودو بارفان بتجيبوه تقريبا قريب كتير ريحته على هذا، مع أداء شوي أخف. الفصول شتاء خريف على الأكيد، لأنه عطر قاسي، عطر منه للصيف أبدا، شتاء وخريف بيكون رائع. بالإطراءات ممكن آخذ عليه إطراءات، بس مش على طول بتاخذوا عليه إطراءات، حسب الظرف، حسب الشخص، الأشخاص اللي حواليكم، الفئة العمرية اللي حواليكم. يعني ما تتوقعوا تاخدوا إطراء من صبايا هيك تينيجرز، يعني مراهقات، راح يعطوكم، ما راح يعطوا، راح يحسوا إنه ريحة بيون، ريحة عمون، ما راح ينبسطوا بهذا القطر. فراح تاخدوا عليه إطراءات من سيدات عمرهم فوق 35، حسب انتوا وين والجو والظروف اللي انتو فيها، ممكن كتير تاخدوا عليه اطراءات، لانه نوتة الكاكاو فيها جاذبية، بس اكيد شخصيتك اللي بتفرض نفسها. السعر، سعرهم هول الاصدارات اللي معي صار سعرهم شوي مبالغ به، فبس اذا بتفتشوا بتضلوا تلاقوا حدا مثلا ما حبه للقطر بده يستغني عنه او شيء، بتضلوا تقدروا تاخدوا وتعطوا بالسعر، مشان تاخدوا سعر حلو فيه. بس اذا بتشوفوه على المواقع اسعار خيالية. انا هذا القطر اخدته من عند محمد اي ارت، رح احط لكم على الشاشة. كل شيء عطور فينتج قديمة، قصص ديسكونتينيود، هو مرجع وعنده كتير، عنده مجموعة حلوة من العطور القديمة والديسكونتينيود. فيكم تفوتوا تشوفوا صفحته على الانستغرام، رح احط لكم اياها على الشاشة. اذا اعزائي، لانستون دو جيرلان، مثل نستمتع شوي بهذا العطر رائع. لانستون دو جيرلان او اكستريم او الاو دو بارفان، اوكي، من دار جيرلان. بتمنى اعزائي يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات جديدة.